إذن مرحبا بكم من جديد. كما ذكرت ليلى قبل الفاصل، فطبعا الآن موظفين والعاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويقدر عددهم حسب الأخبار بحوالي 1200 موظف، يقومون الآن باعتصام أمام مبنى المؤسسة، وذلك احتجاجا على عدم استثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب. طبعا الزميل أيمن الزامل متواجد الآن مع فريق البث أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومعنا على الهاتف أيضا الأستاذ موسى صبيحي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة. بداية صباح الخير أستاذ موسى. صباح الخير، يا مرحبا، يا هلا، أهلا بك. يعطيك العافية. الآن سننتقل إذن إلى زملائنا في الميدان ونرى ونستمع سويا إلى يعني ملاحظات العاملين، ومن ثم نعود إلى حضرتك. أيمن صباح الخير. أيمن صباح النور ناصر، وصباح الخير أيضا لزميلتنا ليلى، وصباح الخير للسيد موسى أصباحي مدير إدارة الإعلام والاتصال في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصباح الخير لكل متابعي برنامج دنيا الصحافة. نعم ناصر، يعني مثل ما تفضلت وذكرت، اليوم الثاني الآن يقوم عمال يعني موظفو إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الإضراب والاعتصام عن العمل، وذلك احتجاجا على ما وصلهم من أنباء حول شمولهم في برنامج الهيكلة الذي تنوي الحكومة تنفيذه بداية العام القادم. ناصر، يعني نحن الآن متواجدين أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإدارة العامة. نعم. يستعد الموظفون يعني للإضراب، فعليا هو الدوام يبدأ الساعة 8 صباحا، يعني يدخل الموظفون يختمون أنهم حضروا إلى الدوام. نعم. وهم نعم. الآن يستعدون للخروج لتنفيذ الاعتصام أمام الإدارة، مكاتب الإدارة. يعني من هنا يعني لحوالي 5 دقائق تقريبا. نعم. سيكون هناك تجمع أكثر من 200 موظف من إدارة الضمان الاجتماعي، سنوافيكم أيضا. نعم. لحظة خروجهم. طيب. وسنكون معكم. طيب، إذن الآن نذهب إلى الأستاذ موسى صبيحي. أستاذ موسى، يعني الآن مثل ما ذكر أيمن، زملائك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يستعدون لليوم الثاني. نعم. من الاعتصام، يعني سؤالي، هل جرت أي يعني حوارات ما بينكم وبينهم؟ صباح الخير اولا اخي العزيز. صباح النور. طبعا بينكم وبينهم، لا، نحن في خندق واحد يعني في مؤسسه الضمان الاجتماعي. والاخوه هم زملائنا وزميلاتنا اللي بيعبروا عن رايهم باسلوب حضاري، يعني الحقيقه يعني يحترموا عليه، لانه هذا حق. ايضا هناك تخوفات لدى الاخوه يعني الزملاء في من موظفي وموظفات مؤسسه الضمان. نعم. من شمول المؤسسه بما يسمى بهيكله رواتب المؤسسات المستقلة والقطاع العام. نعم. نعم. يعني سؤالي أستاذ موسى، طيب إذا سمحت، هل يعني عندما وضعت الحكومة مشروع الهيكلة، أو وضعت يعني خلينا نقول لبناته الأساسية، هل تشاورت معكم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ يعني إحنا اللي بنقوله إنه لا يزال يعني يكتنف هذا الموضوع الكثير من الضبابية والغموض. يعني موضوع الهيكلة لحد الآن، حتى أنا بتصور حتى لدى الحكومة الموضوع غير واضح تماما. مرة بيقولوا في استثناءات، ومرة بيقولوا ما في استثناءات، مرة بيقولوا في استثناء لمؤسسة الضمان الاجتماعي كما كان في عهد الحكومة السابقة، والحكومة الحالية تقول لا، لا يوجد استثناءات سوى البنك المركزي. فليس هناك وضوح تماما، وليس هناك قرار يعني قد حسم في هذا الجانب. الحقيقة هي تخوفات، لكن يعني ما صدر من مؤشرات يعني عن الحكومة يعني يدل انه ستكون مؤسسة الضمان الاجتماعي من ضمن المؤسسات التي سيشملها موضوع هيكلة الرواتب. هناك خصوص لمؤسسة الضمان الاجتماعي نريد أن تفهمها هذه الحكومة، يعني أن تفهمها بوضوح. نعم. يعني هذه مؤسسات الضمان الاجتماعي بالعالم كله، وليس فقط يعني بالأردن وحدها، هي مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا بحكم قوانينها، بحكم هذه التشريعات وجدت. نعم. على هذا الأساس. نعم. ثم أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أيضا يعني ليست وليدة الأمس، هذه المؤسسة لم يتم تفريخها مثل عشرات المؤسسات والهيئات اللي مع الأسف الشديد خلال فترة العشر الماضي شهدنا ولادتها باجتهادات شخصية خاطئة والتحقيق. نعم. ربما مصالح أيضا ربما تكون منفعية ذاتية. هذه المؤسسة تم إنشائها عام 1978 بإرادة ملكية سامية وقت ذاك، يعني حتى تكون مظلة لحماية عمال الأردن، عمال الوطن، كل صحيح. عمال الوطن. صحيح. ف33 عام من عمر هذه المؤسسة، الآن فطنت الحكومات أن هذه المؤسسة يجب أن لا تكون مستقلة؟ يعني أي كلام هذا؟ من يقبل مثل هذا الكلام؟ نعم. نحن نقول، وأنا أتحدث باسم المؤسسة أيضا، إذا كان هناك من مؤسسة عامة يجب أن تستثنى من موضوع الهيكلة والتدخلات، فهي مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها دون غيرها.
هذا الكلام واضح، لأنه هذه الأموال أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تدخل قط في الخزينة العامة للدولة إطلاقا. نعم. ويجب ألا تمس، ليس فقط أكرر ليس فقط في الأردن وإنما عربيا ودوليا، هذا هو الشيء المعمول فيه. إحنا لا نريد أن يسجل على هذه الحكومة أو تلك أنها يعني مست استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذه المؤسسة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من 15 عضو، منهم 8 أشخاص من القطاع الخاص بيمثلوا العمال وبيمثلوا أصحاب العمل، والقطاع الآخر هو بيمثل الحكومة، فهي جزء من ثلاثة أجزاء أو من ثلاثة أجزاء هي التي تحكم أو تدير مؤسسة الضمان الاجتماعي. القضية في غاية الأهمية. ثم أنه أيضا هناك يعني قرار لديوان تفسير القوانين قال بأنه مؤسسة الضمان الاجتماعي تتمتع باستقلال مالي وإداري، لكنها ليست قط من المؤسسات الحكومية وليس لأموالها أي علاقة بالخزينة العامة للدولة. هذه مؤسسة ذات نفع عام وجدت لمصلحة الموظفين والمستخدمين اللي ما لهم تقاعد لا مدني ولا عسكري، يعني غير المشمولين أو غير الخاضعين للتقاعد المدني أو العسكري، وكذلك لمصلحة العمال بالوطن اللي حتى تكون مظلة تغطية اجتماعية للجميع. نعم. إلى متى سيستمر هذا الاعتصام أستاذ موسى؟ والله لا أدري، هو يعني المعتصمون يعني قالوا بأنه اعتصاما مفتوحا حتى يعني يستجاب إلى مطالبهم. لا ندري هل سيصل صوتنا إلى الحكومة، هل سيصل يعني هناك قضايا كثيرة جدا يمكن أن يتحدث بها المرء حول هذا الموضوع، لكن بكل الأحوال إنه لابد من مراعاة أولا طبيعة وخصوصية عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنها من المؤسسات العريقة، وأنها ليست مؤسسة حكومية وإنما مؤسسة عامة ذات نفع عام لخدمة وتغطية كل العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، توفير مظلة من التأمينات الاجتماعية اللي لها دور أيضا بالتحفيز الاقتصادي. بعدين على الأقل ليست مؤسسة خاسرة، يعني هي مؤسسة يعني ما شاء الله يعني بتجيب ربح للبلد أيضا. يعني إذا أردت أن نتكلم هناك يا أخي العزيز إذا سمحت لي، يعني المؤسسة الآن تدير 5 مليارات دينار. صحيح. يعني يصل هذا إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي، ما لا يقل عن 28%. هذه تحتاج إلى طيب أستاذ موسى خليك معنا. خليك معنا أستاذ موسى، يبدو أن الزملاء بدوا بالتجمع خلاص أمام المبنى مع زميلنا أيمن. أيمن، في عندك شفنا بعض الإخوان الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعني تفضل خلينا كمان نسمع آرائهم. نعم ناصر، يعني بدأ الموظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي بالخروج الآن إلى أمام المبنى الإدارة العامة ليعتصموا ويضربوا عن العمل اليوم الثاني على التوالي. معي هنا أحد الأخوة، متعرف عليك في البداية؟ حسن الجزازي. أخ حسن، يعني أنت موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما الأسباب التي دفعتكم للاعتصام بالأمس واليوم؟ السبب الرئيسي هو شمول المؤسسة بإعادة هيكلة الرواتب اللي أقرته الحكومة. نعم. هل تم تبليغكم رسميا بهذا الكلام؟ حضور اللجنة المندوبة لجنة وزارة تنمية القطاع العام. نعم. للمؤسسة واجتماعها مع بعض مسؤولي المؤسسة كان في إبلاغ لهم أنه المؤسسة ستخضع للهيكلة اعتبار من 1/1/2012. أنتم الآن أضربتم بالأمس واليوم، يعني ما الذي تطالبونه من خلال هذا الإضراب؟ نطالب باستثناء المؤسسة من الهيكلة. طبعا احنا كان في بالحكومة السابقة وقت اقرار موضوع الهيكلة كان في لقاء مع رئيس الوزراء وكان في لقاء مع وزير تنمية القطاع العام وبالإضافة لوزير العمل في الحكومة السابقة، تم طرح الموضوع بكافة جوانبه، كان الإجماع باستثناء المؤسسة من هيكلة الرواتب نظرا لخصوصية عملها، نظرا يعني كان في أسباب كثيرة منها القانوني منها أنتوا ليش شو الأسباب اللي بتدفعكم أيضا إنكم ترفضوا هيكلة الرواتب؟ يعني بالتأكيد هيكلة الرواتب يمكن وكان في وعودات من الحكومة إنها يعني تنعكس إيجابا على الموظفين وعلى الواقع في القطاع العام، يعني أنتم أيضا لماذا ترفضون أن تشمل هذه المؤسسة كموظفين بهيكلة الرواتب؟ هلا احنا في عندنا اول شيء قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو اللي بيحكم اعمالها، بالاضافة للمادة 45 من الدستور
في طبعا حددت 45 من الدستور، المادة 45 من الدستور حددت انه الولاية العامة على المؤسسات هي مجلس الوزراء باستثناء اللي نص عليها قانون خاص. احنا قانوننا نص على انه يتولى إدارة اعمال المؤسسة مجلس إدارة مكون من 15 عضو يمثل 8 منهم اصحاب العمل والعمال و7 منهم الحكومة. طيب هل تحاورتم، يعني عفوا على المقاطعة، ولكن هل تحاورتم بالامس واليوم مع احد من يعني الحكومة بخصوص هذا الموضوع؟ هل حاورتم؟ هل صار في مفاوضات لايقاف الاضراب للعودة للعمل؟ لا ما حاورنا حدا، يعني احنا اساسا اضرابنا هو استكمال لجهود بذلها مجلس الإدارة، لأنه قام بمخاطبة رئاسة الوزراء باستثناء المؤسسة العامة من الهيكلة ولغاية الآن ما استجابوا. يعني أنتم موظفون وأيضا مجلس إدارة جميعكم في نفس الخندق. نعم ناصر معك. لو سمحت يعني تسألهم هل هو إضراب يعني شامل، يعني بمعنى لا يستقبلوا الآن مراجعين، ولا هو مجرد اعتصام لفتره محدوده؟ طبيعه الاضراب، هل تستقبلوا مراجعين ام في حالات يعني بتستقبلوا فيها استثنائيه مراجعين، ام التوقف كامل عن العمل؟ كان في تاكيد على كل فروعنا اللي هي معنيه باستقبال المراجعين بالذات ومع اداره التقاعد انه ما نوقف خدمه المراجعين، لانه اساس وجودنا هو خدمه المراجعين. لكن هي الاضراب يعني فقط لانه نوصل رساله انه احنا مش راضيين على اللي عم بيصير، لكن انه نوقف خدمه المراجعين مستحيل. طيب الخطوات القادمه لديكم في حال يعني لم ياتيكم يعني الامر او المطالب اللي انتم بتطالبوا فيها، وخاصه عدم شمولكم في الهيكل الجديد للرواتب؟ احنا نتمنى انه يستجيبوا وما يكون في خطوات قادمه. يعني في عندكم خطوات قادمه غير الاضراب؟ موجودين، هينا موجودين بالاضراب بس مش اكثر. طيب والرساله الحاليه اللي توجهوها؟ انه يتم دراسه الموضوع ويتم استثناء المؤسسه، لانه هو فعليا لو ما تم شمول المؤسسه ما تم بناء على دراسه، لانه احنا دخلنا بدراسه ونقاش مع الحكومه السابقه ووصلت لقناعه باستثنائنا، لكن تفاجأنا بالحكومه الحاليه انه تم شمولنا بدون سابق انذار. طيب خلينا نشوف. يعني ناصر بنلاحظ انه الموظفين بيطالبوا بعدم شمولهم وهم نعم. ايضا نعم. مع بمجلس اداره الضمان الاجتماعي، مؤسسه الضمان الاجتماعي في خندق واحد، بنلاحظ نعم. انه نعم. جميع موظفي مؤسسه الضمان الاجتماعي في خندق واحد. طيب اعطينا فرصه ايمن نتوجه بسؤال الاستاذ موسى الصباحي مره اخرى. استاذ موسى انت ما زلت معنا طبعا سامع ملاحظات الاخوان، يعني الا ترى بانه موضوع الاعتصام او يعني هذا يعني اضراب الجزء يعني العمل خلينا نقول يعني كان خطوه متقدمه كثيرا، يعني لم يكن هناك مثلا من قبلكم بيان صادر، لم يكن هناك خطوات تمهيديه في البدايه قبل اللجوء الى الاعتصام والاضراب؟ يعني كما قلت لك هذا الاعتصام كان اجتهاد من عدد من زملائنا وزميلاتنا الموظفين والموظفات. نعم. لكن يعني هو كان اعتصام حضاري بكل الأحوال. أكيد يعني أكيد صح. ما في تصعيد بمعنى التصعيد، هو اعتصام تعبير عن وجهة النظر، يريدون يعني إيصال الصوت إلى الحكومة علها تسمع هذا الصوت، يعني ما في أي تصعيد. وكما يعني قال زميلنا قبل قليل أيضا، احنا حرصنا أنه أن تستمر الخدمة تقدم، لكن جميل. أنا نعم. مع الأسف يعني بقول أنه بالأمس تأثرت الخدمة وردنا شكاوى عديدة الحقيقة أكيد. إنه عدد كبير من زملائنا في عدد من الفروع لم يستقبلوا أيضا متلقي الخدمة، لم يستقبلوا الناس وهذا يعني انعكس سلبا. يعني لا، إحنا نريد ألا تنقطع الخدمة عن الناس، عن الجمهور، يعني هذه مؤسسة الناس كما نسميها دائما. طبعا حتى يكون يعني القرار مؤثر ولإيصال الصوت، لكن ليس لقطع الخدمة عن بالضبط. الناس أكيد. يمكن هم اجتهدوا حتى يكون موقفهم مؤثر أكثر، يعني كنوع من الضغط. يعني هذه ربما تكون خطوات تصعيدية يعني قادمة نعم. إن شاء الله ما نصل إلها، لكن يعني ليس هناك، لا نريد أن نقحم ايضا الجمهور، جمهور المؤسسه بهذا جميل. بهذا الموضوع يعني بهذه القضيه. جميل. استاذ موسى، يعني انتم كما ذكر زميلك يعني اول شيء كاداره خاطبتم الحكومه، متى تم هذا الخطاب؟ صحيح صحيح، يعني ارسل خطاب مذكره الى دوله رئيس الوزراء من اداره المؤسسه، وتم شرح فيها كل المبررات اللي فعلا هي تدعو الى ضروره استثناء المؤسسه من موضوع الهيكل. والى الان لم يتم التجاوب؟ لا، هو يعني المذكرة يعني جديدة، ليست قديمة جديدة. بالنسبة للحكومة الحالية نعم. كما قال زميلنا أيضا بالنسبة للحكومة السابقة، لا كان هناك تقريبا كانت أن يعني تتشكل القناعة بأنه
لابد من استثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن نعم. تغير الحكومة أيضا نعم. تغيرت اللي وهذا أكيد. حالنا بالأردن أكيد. يعني كلما تتغير حكومة تتغير القناعات وتتغير الأعمال وتتغير نعم. التوجهات نعم. وتتغير كل شيء يعني على أساس نعم. نعم. طيب استاذ موسى خليك معنا ايضا، بنعود لزميلنا نعم. ايمن في عندك مزيد من اللقاءات ايضا الان مع الاخوان المعتصمين؟ نعم ناصر، هو الاخ حسن كان هو ناطق باسم الموظفين المعتصمين، لكن انا يعني اود ان التقي بعض الاخوه نسالهم عن رايهم في هذا الاعتصام والاضراب. صباح الخير، اول شيء نتعرف عليك. انا محامي مراد زمقنه. انت موظف في مؤسسه الضمان الاجتماعي، تحكي لنا يعني كيف شفتوا الاضراب اليوم وامبارح وشو الرساله اللي بدكم توصلوها بالاضافه اللي ذكره الاخ حسن؟ سيدي اول شيء هذا بداية اعتصام هو دعم لجهود الإدارة العليا، توصيل صوتنا للحكومة انه احنا مؤسسة مستقلة مش لازم تشملنا الهيكلة، احنا بندعم الهيكلة، بندعم جهودهم برفع رواتب زملائنا من القطاع العام وبس. انت كيف بتشوف ان الهيكلة راح تأثر عليك كموظف في مؤسسة الضمان؟ يا سيدي مبينة، يعني الأمور مبينة، يعني الهيكلة حسب ما علمنا وحسب ما سمعنا من زملائنا بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية واللجان المختصة انه في انتقاص من حقوقنا، انتقاص من اموالنا، اقتصاص من حقوقنا المكتسبة. معروف انه راتب الموظف او حقوقه او مزاياه هي عبارة عن حقوق مكتسبة وقرارات العدل العليا وقرارات محاكم التنفيذ. يعني صح، راح يكون في عندكم تخفيض مثلا لعدد من الرواتب؟ نعم سيدي، في تخفيض للرواتب، في تخفيض للامتيازات، في تخفيض لحقوق الموظفين، في مس بصندوق الادخار، في مس بالتامين الصحي. نعم. هاي حقوق مكتسبه، اي موظف اجى هون توظف بالمؤسسه بناء على حقوق مكتسبه مقرره بموجب النظام مش لازم تنمس. نعم، خلينا نرجع للاستوديو مع الزملاء. يعني زميلي ناصر، انا حاب نسال السيد موسى عن موضوع الرواتب، يعني قضيه انه هل هناك تخفيضات على الرواتب ستكون، ايضا معدلات الرواتب في مؤسسه الضمان الاجتماعي اذا لديه معلومات انه يضيفها ويعطي يعني نعم. يبلغنا فيها عن نعم. معدلات الرواتب. نعم. نعم استاذ موسى، بتعرف يعني اذا نعم. زي ما سالك زميلنا يعني نعم. نعم تفضل. نعم سمعت طبعا ما يتعلق فيما إذا كان الهيكلة ستؤدي إلى تخفيض الرواتب، أيضا هذا الموضوع غير واضح، لكن يبدو أنه في تخفيض، يعني ما دخلت الهيكلة إلا لتفسد شيئا في بعض المؤسسات، يعني ربما يكون البعض يعني التدخلات فيها إفساد، لكن مستويات الرواتب أو معدلات الرواتب بمؤسسة الضمان الاجتماعي المتوسط بحدود 800 دينار، هذا ليس رقما مرتفعا، ومعظم موظفي المؤسسة هذا الرقم طبعا اللي خدماتهم وخبراتهم تزيد على 15 عام. نعم. كما قلت احنا مؤسسة قديمة وعريقة، ليست جديدة وليست وليدة الأمس، ودربت وأهلت خبرات عديدة جدا في مجال الاستثمار وفي مجال التأمينات الاجتماعية، ولا يوجد سوى مؤسسة واحدة للضمان الاجتماعي بالمملكة، يعني الخبرات محدودة جدا. لا صحيح. نريد أن تسهم هذه الهيكلة بطرد هذه الخبرات او بتنفير هذه الخبرات تنفيرها. من المؤسسه سواء على الصعيد الاستثماري او على صعيد التامينات الاجتماعيه، فالمعدل العام هو بحدود 800 دينار، هذا رقم نعم. ليس كبير نعم. هو اقل يمكن ب 70 الى 80% من مما هو معمول فيه في مؤسسات ماليه واقتصاديه اخرى مثيله نعم. لهذه المؤسسه نعم. اللي بحب احكي انه اولا يعني مش بس احنا بندافع عن حقوقنا فيما يتعلق او تخوفاتنا من انه تنعكس بالتاثير على رواتبنا هذه الهيكله، لا، هذه الهيكله فيها يعني تدخل اولا باستقلاليه المؤسسه، مساس بهذه الاستقلاليه الماليه والاداريه اللي نص عليها القانون، وكلنا بالدوله يجب ان نحترم القانون، وايضا فيها يعني الحقيقه اضعاف لدور المؤسسه على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي، سيؤثر لانه كلما احنا اعطينا المؤسسات الضمان الاجتماعي، وهذا انا بحكي فيه عبر العالم وليس فقط بالأردن، كلما أعطيناها مرونة أكثر واستقلالية أكثر صح. وعدم تدخل إطلاقا من الحكومات، كلما أدى ذلك إلى تقوية وتعزيز دورها على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي صح. بالتالي المجتمع كله راح يستفيد من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضا لدينا الآن احنا دخلنا ببرامج كبرى بالمملكة، برنامج توسيع قاعدة المشمولين الآن لما نحكي أنه 60,000 منشأة بالقطاعين العام والخاص تحت مظلة الضمان الاجتماعي صحيح. 964,000 يعني مشترك على رأس عملهم الآن تحت نعم. المظلة نعم. هناك أيضا 134 ألف متقاعد ومتقاعدة صحيح. هناك أكثر صحيح. من 70 ألف وريث مستحق
يعني هناك جملة كبيرة جدا من المشاريع والتأمينات الجديدة والإصلاحات على النظام التأميني. نعم. كل هذه تتطلب وتستدعي طيب. أن تدعم الحكومة برامج الضمان، لا أن تتدخل فيها بما ينعكس على إضعاف دورها مستقبلا. وصلت رسالتكم بوضوح. أستاذ موسى الصبيحي، مدير دائرة الإعلام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، شكرا على تجاوبك معنا، حياك الله. أيمن معك مع الأخ يعني نص دقيقة، تعطينا آخر رسالة، آخر ملاحظة من الإخوان المعتصمين. نعم يعني بالنسبة قليلة. نعم. الأخوة الموظفين جاء رافعا شعار معه. أول شيء صباح الخير، نتعرف عليك. الله يسعد الصباح، أهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ عبد الله زرقات. أخ عبد الله، شو الرسالة اللي بدك توصلها اليوم من خلال هذا الاعتصام؟ الهيكلة المؤسسة للضمان الاجتماعي، حقيقة احنا رواتبنا يمكن متدنية، احنا في الدائرة الإدارية، يعني الهيكلة بدل ما يهيكلوا من رواتبنا احنا ويأخذوا من رواتب الموظفين الكادحين، بيأخذوا من رواتب المسؤولين اللي رواتبهم أعلى من هيك، يعني قبل هيكلة الموظفين، هيكلة الوزراء، هيكلة الأعيان، هيكلة النواب، طب ما هي كل مؤسستنا، احنا موظفين يعني كليتهم بسطاء، كل موظف مأخذ يعني قروض على راتبه ومتعود على نمط معين من الحياة، كيف لما بيجي تخيل انه واحد ياخذ 400 دينار وفجأة بينزل الى الراتب الى 200 دينار او 100 دينار. مش راح يقدر اصلا طيب بيضطر أيمن. انه يجلس امام الوحده هاي كلياتها تخوفات لديكم. وصلت الرساله ايمن، يعني التوفيق وان شاء الله بتتلبى مطالبكم إن شاء الله. جميعا. نعم يعني ناصر في معنا وقت ناخذ. لا والله ما ضل وقت للاسف، ما ضل وقت للاسف. نعم راح نسجل معه اكيد بالتاكيد بعد ما ننهي. نعم. وشكرا لك ناصر ولكم بالاستوديو. شكرا ايمن ويعطيكم العافيه انتم جميع الزملاء اللي متواجدين الان امام المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي. اذا والان نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم.